السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. معكم إيهاب محمد من قناة وينو كونكر. في البداية كده ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك للقناة مع تفعيل الجرس، ويلا نبدأ ونشرح الإيفنت. الإيفنت يا جماعة ميوزك فيستيفال ده هيشتغل من يوم 15/6/2021 لغاية 5/7/2021 إن شاء الله تعالى. فكرة الإيفنت يا جماعة عبارة عن تيكيتات، اللي هي دي انت ليك عدد معين من التيكيتات دي بتجيبها. اول حاجة سيبك من الان جيم كويست دي، تمام؟ خلينا في الموضوع ده. لما تفتح عموما او تعمل ساين ان بتاخد 5 تيكت، لما بتستخدم الاتشي توكن اللي هو من 7 دول بتاخد 10، ولما بتعمل هانت في المانستر الوحوش يعني بتاخد 10 برضو. والمفروض ان الاكتف يديني 10 كمان، بس مع الاسف اداني 5، الدنيا 5 بجد يعني، فاهمين ازاي؟ دي الطرق كلها، تيدي لاند اند دراجون ايلاند تو جيت اب. ماشي، عموما يعني احنا هنروح دلوقتي هنفهم الليله كلها بتاعت الايفنت. هنا هخش على ميوزك فيستيفال، عندك ويليام وعندك اللي اسمه فريد. هنخش على ويليام نقول له جوين ذا بيتش ميوزك فيستيفال. طبعا زي ما انتم شايفين المنظر خرافه بصراحه، يعني ايه الروعه دي! الله الله الله، حكاية والله. المهم بعد كده هنقول تشوز ذا بيجست ويش. طب ماشي سيبك من ده كله، هنشوف هنا بيعمل ايه. دريم كوين كان بيوز تو درو فور رير تريجر. طيب ماشي، احنا هنشوف هنا ايه الموضوع ده. في هنا لورينا، في فارس، نفس الناس برضه، نفس البنات والله. ماشي، ازر ميلودي ومات سمر دريم. بيقول لك بقى انت بتحلم بايه. عموما احنا هنشوف دلوقتي بنحلم بايه. عندك هنا مثلا هو ده اسمه ايه، ازر ميلودي، تمام. احنا وميت سمر اهو، دق المنات. انا عن نفسي بحلم بده، يعني اختار امنيتك، تمام. بس كده. والامنيه الثالثه، لا الامنيه الثالثه تشوف بقى حد هنا تاني. عندك الاستغلاط، دي امنيات يا جماعة. ممكن تجيلك منها حاجة، خلي بالك. عندك هنا السمر وايفز دي، فين هنا نوعها دي، هي دي تقريبا، ايوة. وعندك فانتازي بول، فين بقى؟ ايوة دي. بصراحة اختار دي، ولا لاف هات ولا بتاع، تمام. والامنية التالتة هي ايه هنا مديك؟ ازر ميلودي، فريزن فانتازي، وسان لايت سوام وير. بس دول اعتقد ان هما تلات نجوم، فاحنا نختار هنا مثلا ايه. يعني برضه نفس الحوار من الاخر، يعني درست على التلاتة برضه نفس الحوار. خلاص يبقى اختار فريزن فانتازي. لا 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 تشوز اجين، لا 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 لا، هات ازر ميردي ده، تمام. كده احنا عملنا الامنيات بتاعتنا. الامنيات اكبر امنية اللي هو الجيرمنت، تاني أمنية اللي هو تسريحة الشعر، وتالت أمنية اللي هو الجيرمنت برضه، بس التالت نجوم تقريبا. هو في تالت نجوم منه تقريبا ولا أربعة؟ تمام، في تالت نجوم منه زي ما انتم شايفين. جميل جدا. طيب هنعمل احنا دلوقتي هنختار، تمام. هنا هنختار عجلة الحظ. هنشوف هنا عجلة حظ، هنا بيبقى في عجلة حظ معينة. هنا في عجلة حظ سي بي اس وبيرمت ستون، وكمان عندك ستار ستون. فهنا دي عجلات الحظ، تمام. بيبقى محتاج عندك 30 دريم كوين. يعني لو دوسنا على مثلا عجلة حظ بتاعت السي بي اس هنا اهو، لازم 30 لازم كوينات، بس انا ما معيش اي كوينات. طب ايه العمل دلوقتي؟ احنا دلوقتي المفروض نحاول الكوينات بتاعتنا دي. ده فيس ريورد. هنا كمان لو جمعت نقاط معينة بتاخد ستون. الله، يعني جمعت 30,000 نقطة اخد ستون بلس 7 و10,000 تشي وكده، مش غالي اوي دي. هنا عندك كمان دخلنا منطقة كده جواها بلوك دريم كوين، عندك او 5 ستار تويز جيرمنت وغيره، تمام. طيب احنا لحد دلوقتي ناقصتنا الكوينات، بس بصراحة المكان خرافة، المكان خرافة، تمام. هنا اهو بقى نطلع فوق شوية. انتر اورشارد، المفروض يعني يبقى 25، يبقى 30،
يعني ابعد. اه 5 دارس ان تشي توكن. طب انا عندي كده في 5 ناقصين 100 تريجر 5 تيكت. بيقول لك بقى لما انت مش عارف ايه كذا 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 اكشن ميس تيكت. طيب ماشي، احنا نجرب الاول ديه اخينا ديه، نجربه الاول. عندك هو الاماكن بتاعتهم، هنجرب اخينا ده الاول كده ب 10 تيكت نشوف ايه اللي هيحصل. ماشي، يو ار ان تيم ناو. حاضر نطلع من التيم. اه والله لازم نطلع بره عشان نطلع من التيم. يا لهوي على الدماغ. هنطلع برضو تاني، مش كده؟ واحد بيصور بأعلى جودة فتلاقي الرفع مرة واحدة كده. ماشي، 10 تيكت يلا. دخلنا الماب، ايه بقى المطلوب مننا؟ جو تو ديفيد. اه لازم بقى ايه. لا والله ايه الهبل ده، يا سلام. طيب المفروض ان احنا ايه نعمل ديفيد للوحوش دي ويجمع تلقائي. اوتو هانتنج نوت افيلبل هير كمان. لا وكمان اصلا الشاشه عندي كبيره، فطبعا المساحه يمين وشمال بتروح وتيجي. عموما انا مخلص الوقت ده يا اخوانا، بس مش وقت كبير قوي ده يا جدعان، يعني ده وقت كبير خالص. عموما لما اخلصه هنعرف احنا هنعملنا ايه. يعني احنا نقدر، احنا من تقريبا بنجمع عشان نقدر نعمل فواكه ونقدر نعمل مش عارف ايه. لا شغل عالي بصراحة، ايفنت حلو، بس طبعا مع الاسف بيقول لك ركز معايا. ماشي، عموما انا ايه الايفنت ده شكله هتقسم نصين لانه كده هيطول قوي. ماشي، هنجمع الفواكه ونخلص كل حاجة يا جماعة، يعني هرجع لكم تاني في الجزء التاني من الايفنت، يعني هتلاقي كده ايه. ماشي يلا. طبعا بعد ما خلصت الوقت، بس هو تقريبا يا جماعه مش بتخلص كل الوقت. عموما هو ليك عدد معين من التوكنات دي بتجيبها، من التفاح والبطيخ والعنب. تمام، فنرجع تاني كده للمكان بتاعنا. عندك هنا اللي هو فريد جوافا لوك ده، احنا شفناه الشوب ده. تمام، طيب ايه دلوقتي احنا هنعمل؟ انا مش عارف ليه بقف في الحته دي على طول، بس شكلها حلو يعني. بعد ما خلصنا ده تمام، نعمل بقى من عنده العصير ميك. تمام، نعمل العصير عنده. بيقول لك بقى عندك ايه بقى. بص يا سيدي، بيقول لك ان التفاح دي بيديك 3 دريم كوين. تمام، ولو انت عايز تعمل ميكس حلو الكلام، بيبقى مثلا اللي هو بطيخ ومش عارف ايه وكده وكده. عموما يعني بطيخ وتفاح وعنب بيديك 5. ولو عايز بقى بيقول لك ايه بقى هنا، عصير اللي هو بقى ده بيديك 20 كوين. حلو ده، نعمل منه اللي هو العصير العنب 20 كوين. جميل جدا. تمام، نعمل كمان واحدة، نعمل بقى من اللي هو ايه الميكس بقى، نعمل من الميكس كمان، نعمل كمان من الميكس. يلا حلو الكلام، خدنا درتين توكن. هنعمل ايه كمان؟ عندك كمان هنا اللي هو الوتر ميلون البطيخ، بس حاسب وانت بتعمل بالراحة يعني، فاهمني ازاي؟ عشان خاطر ايه ما تروحش داخل تاني ب 10 تيكت. احنا عايزين نجرب كل الكويستات. هو تقريبا بص، هو تقريبا ظبطها لكم حتى يعني. بص ابص او 3 6 ابص، خلصت على كده والله، ظبط لكم يا ابن الذين جيم. الابل بعد كده التفاح بيديك 3 برضو، 3 3 3 من هنا لحد الشلالات يا عيني. يلا كمان 3 كده. تمام كده احنا خلصنا من دول، كده احنا عرفنا موضوع العصاير والكلام ده. فنروح لعمنا اللي اسمه هارب داية. بعد كده نعمل هاند تريجر. يلا بقى نخش كده نشوف. يا يقول لك التيم، طيب هاند تريجر حلو. احنا فاكرين الموضوع ده يا جدعان، لو انتم فاكرينه يعني فاهمين ازاي. بس هي كل ما بيزيد طبعا الضربه كل ما بتبقى افضل. هات بقى الريد ديفل ده. بس ليه كده بقت صعبه قوي كده؟ 3 دريم كوين، عايزين بقى ايه ان احنا نزود شويه الضربه. ايوه 5 دريم كوين.
يا ساتر استونات، ايه يا عم ده يا عم، يعني حتى يعني نهار اسود يا جدعان، خلصنا كوينات. ماشي كده احنا عرفنا برضو نقدر نجيب الكوينات دي من فين. تمام، نروح بعد كده للتالت واحدة، ولا ده منظر بس مش اكتر؟ ده شكله كده منظر مش اكتر، ده كده شكله منظر ليس الا. طيب عشان هنا في كمان لا ده برضو الامنيات، ده الامنيات. وريني كده في اوبيج هنا، حلو كده وريني رانك سمر فاستيفال. ماشي عملنا دريم كوين، دريم بوينت رانك ده 240 نقطة. ماشي الايفنت يا جماعة سهل مش صعب، تمام الفكرة كلها سهلة مش صعب. طيب احنا بقى عايزين نجرب ايه؟ هنجرب موضوع اللي هو الروليت سبيس. زي ما انت عارفين ان الروليت سبيس ده ب30 كوين في اللفة الواحدة، تمام اهو عفوا اهو سي بي وايل ده، تمام في اللفة الواحدة 30 كوين، حلو الكلام. بيبقى اعلى حاجة عندك 4500 سي بي اس باوند، فطبعا ما اعتقدش ان هو هيديك 1000 حتى على بعضيها، هو هيديك 30 60 بتاع 90. لازم تطلع عينك. بص 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 اهو، بص اهو شايف اهو، تمام شفت ازاي اهو 30 سي بي اس باوند ملوش، يعني عارفين انت اللي هو ايه. طب انا عايز اعرف الامنيات دي، الامنيات دي مثلا ممكن انت تكسب منهم حاجة، خلي بالك يعني انت الامنيات دي ممكن تكسب منها حاجة فعلا مش هزار. طب عندك ايه تاني هنا؟ برمستون وتشي وستار ستون وسبيس وستونات. طيب نجرب الستونات، عندك هنا ستون 5 وستون 6. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد ستون 1 انا عارف، هاي ستون 2. هو ليه بيعملنا كده المعاملة دي؟ ده الجرمانات يا جماعة 3 ستار. هير ستايل كمان عندك ده 3 ستار، يعني نشوف هنا هو اسمه غريب شوية. طيب هو تقريبا كده يا جماعه ده كان شرح الايفنت، يعني مفيش اي حاجه جديده مفيش اي اضافات، بس لو عرفت اي تريكات فيها يا جماعه هقولها لكم. طبعا الافضل ان انت افضل حاجه بقى بصراحه ان انت تستخدم اللي هو دي، تخش هنا ده الافضل حاجه ليك، ان هو بيديك طبعا بطيخ وحاجات زي كده زي ما انت شفت في الشرح، بيحولك لاكبر توكنات. كل ما تجمع توكنات اكبر خلي بالك بتطلع في الرانك، كل ما تطلع في الرانك بتاخد جوائز افضل، تمام. وده كان يا جماعة ايفنت الصيف زي ما انتم شايفين. كان معكم يا محمد من قناة وينو كونكر، ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك للقناة مع دفعة زر الجرس. الى اللقاء في مزيد في الحلقة القادمة ان شاء الله، واشوفكم على خير. وعلى فكرة يا جماعة انا لسه ما اعرفش في تركات ولا في اي تفاصيل تانية في الايفنت ده ولا لا، بس انا شارح اغلبه يعني، تمام. لو في اي حاجة هنزلها في فيديوهات باذن الله تعالى. يا رب تكون فكرة الايفنت وصلت، والى اللقاء واشوفكم على خير. سلام عليكم.